أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن توقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعزيز وتوطيد أواصر التعاون المشترك بين الطرفين. وقال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في السكنية أحمد الأنصاري على هامش التوقيع أن المذكرة تعكس التزام الطرفين بتعميق وتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهما بهدف تحقيق المصلحة العامة. وأضاف أن المذكرة ستساهم في تقديم الدعم اللازم للمبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولين من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وحول توقيع المؤسسة العامة للرعاية السكنية مذكرة التفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ينضم إلينا مراسل قناة الأخبار الزميل نواف الشراكي من برج الحمراء. أهلا بك نواف، يعني نود أن تطلعنا مع ضيفتك الكريمة أهم تفاصيل وبنود مذكرة التفاهم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تفضل نواف. تحية لك زينب وتحية كل من يشاهدنا الآن عبر النشرة الاقتصادية في قناة الأخبار. مثل ما تفضلت، احنا الحين متواجدين في المقر الرئيسي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في برج الحمراء في منطقة شرق. ومثل ما تفضلتي، توقيع مذكرة التفاهم ما بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتاج أو من الأهمية أن نسلط الضوء حول هذا الموضوع، يعني حتى نعطي المشاهد صورة أقرب حول هذه المذكرة وتفاصيلها. يسعدنا أن يكون معنا الآن المهندسة بسمة خالد الجاسم، وهي نائب المدير العام لقطاع الأراضي والمرافق في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. مهندسة بسمة، مساء الخير، شكرا على تواجدك معنا. قبل لا نتكلم على مذكرة التفاهم، وأعتقد هذه يحتاج إلى تفصيل، بالبداية الصندوق الوطني القطاع الأراضي والمرافق في الصندوق الوطني، نبي نتعرف عليه، ما هذا القطاع وماذا يحمل من إدارات أيضا؟ حياك الله أخوي نواف، حيا الله المشاهدين في صندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يسعدنا استضافتكم ويسعدنا أن احنا نشرح شنو دورنا كصندوق. احنا مؤسسة عامة أسست بمرسوم أميري ب 2013 برأس مال 2 مليار دينار كويتي لخدمة مشروعات صغيرة والمتوسطة في الكويت، وهو يعد من أكبر الصناديق الداعمة لهذا النوع من القطاعات. قطاع الأراضي هو من القطاعات اللي أنشئت في الصندوق لتقديم الخدمات غير تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، توفير المساحات المناسبة لممارسة الأنشطة وتقديم خدماتهم منها، والتعاون مع الجهات المانحة في الدولة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للزراعة وغيرها، والوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال محلات الجمعيات التعاونية. والقطاع يتكون من 3 إدارات تتكامل فيما بينها في تنفيذ وبناء وبناء المشاريع الهندسية الخاصة بالصندوق، بالإضافة لتحديد احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساحات اللي تساعدهم على أداء أنشطتهم، تخصيص المساحات الخاصة لهم، التعاون مع الجهات، عمل مبادرات مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص بهدف لخدمة هذا القطاع. ومن هذه المبادرات كانت مبادرة مذكرة التفاهم مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية. مهندسة بسمة، وصلنا إلى مذكرة التفاهم، نبي نعرف هذه المذكرة ماذا تحمل في طياتها من تفاصيل أو بنود فيها. هو الأمانة حسب توجيهات الحكومية بالتكامل بين الجهات الحكومية وتعزيز التعاون المشترك بيننا وبين الجهات ذات الصلة اللي تملك نفس الأهداف، وبما جاء بقانون إنشائنا من ذكر صريح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية والتعاون معها في توفير مساحات في المدن الإسكانية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كانت هذه البداية في توقيع المذكرة
معهم. هذه المذكرة بالأمانة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص ومساحات بين لهذه المشروعات. وأمانة المؤسسة العامة للرعاية السكنية فتحت أبوابها صراحة بخبراتها وقدراتها كمساحات في المدن الإسكانية القائمة، التنسيق بيننا وبينهم لتوفير هذه المساحات هذه الفرص، بالإضافة لتسهيل الإجراءات وتقديم كافة أنواع الدعم لهذه المشروعات لتقديم خدماتها سواء للمؤسسة أو للمطورين العقاريين اللي يتعاونون معهم المؤسسة. يمكن هذا اللي بيخليني أسأل مهندسة بسمة بالنسبة للتوقيع المذكرة، وقلتي تهدف ما بين تاك. طيب بالانعكاس على الطرفين يعني خلال المرحلة المقبلة، ما هي الرؤية من خلال مذكرة التفاهم من خلال التعاون؟ هو أمانة خبرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية في عندها أكثر من خبرة سواء في المدن الإسكانية، البناء، الشراكة مع القطاع الخاص، المطور العقاري، هم سبقونا وعندهم تجربة مثيرة صراحة ومثمرة، ومساحات الموجودة في المساحات في المدن الإسكانية كبيرة، فهم مشكورين. كان من ضمن أهدافهم توفير الخدمات اللوجستية والصناعية وتوفير المساحات اللي تخدم هذه الأنشطة. وإحنا يعني كمؤسسة داعمة لهذا القطاع نلتقي معهم بهذه الأهداف، سواء نقل المعرفة حق المشروعات الصغيرة من خلال التعاون مع المطورين العقاريين أو من خلال توفير مساحات مناسبة. طبعاً كل التنسيق إن شاء الله معهم راح يبدي بالأيام المقبلة، وإن شاء الله الأمور تكون. المهندسة بسمة خالد الجاسم، كل الشكر لك على هذه التفاصيل وهذه المعلومات، ونتمنى لكم التوفيق لما في مصلحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وانعكاسها لخدمة هذا الوطن. شكراً جزيلاً. شكراً. زين، يمكن سمعنا إلى المهندسة بسمة خالد الجاسم وهي نائب المدير العام لقطاع الأراضي والمرافق بالتكليف في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول مذكرة التفاهم التي وقعت بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والصندوق الوطني، بالإضافة إلى ما تطرقت إليه من شرح مختصر لقطاع الأراضي والمرافق في الصندوق الوطني. نعم. عم مراسلنا نواف الشراكي، شكرا جزيلا لك ولضيفتك الكريمة.